مريم، اليوم كنا نتحدث عن دور المرأة القيادية، دور المرأة في العمل، وش قد لازم يعني ترتب أولوياتها بحيث لما تكون مرأة عاملة. فأنت لماذا اخترتي توصيل الطعام تحديدا في الوقت اللي هو يمكن غير متعارف عليه كعمل للنساء وعمل صعب وشاق؟ هو أنا بالنسبة لي يعني أنا معايا بكالوريوس نظم معلومات إدارية، نعم، بس أنا ما لقيتش وظيفة مناسبة بالشهادة بتاعتي. للأسف كان في جزء محتاج وسايط، جزء محتاج كورسات. أنا بالنسبة لي الفترة دي أنا ما كانش عندي واسطة وما كانش معايا فلوس أخد كورس. نعم، بس هل وجدتي تحفظ لما وظفوكي؟ كمرأة، نعم، في مجال الدليفري على الموتور بايك؟ والله ما لقيتش حد انتقدني، لقيت ناس كتير واقفة جنبي، ناس كتير فخورة بيا. قد ايه انا بعمل يعني حاجة شاقة جدا وشغلة رجالة مش حريم، بس كان لازم اعافر، مش هينفع بس انت بميت راجل ان الدنيا تضيق علينا انا وولادي و... نعم. مريم يعني والله ربنا يكبر بخاطرك، تسلمي لي.